وكشف بترولي تم الإعلان عنه من قبل وزارة البترول في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس. إنتاجه هيوصل ل 1000 برميل زيت ومليون قدم غاز يوميا، والاحتياطي الأولي بيقدر بحوالي 250 مليون برميل قابلة للزيادة. وخلونا نفهم تفاصيل الكشف ده من أستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول. مساء الخير أستاذ حمدي. اهلا وسهلا. الحمد لله يا فندم، يعني نقول الف مبروك ان شاء الله. يعني الحمد لله، الحمد لله، مزيد من الاكتشافات ان شاء الله. بس واضح ان في شغل معمول في مساله البحث والتنقيب والاكتشافات الجديده، بقى لنا فتره سامعين عنها، ده راجع لايه؟ بص حضرتك المهندس طارق الملا، في دلوقتي برنامج عمل موجود عشان نكثف اعمال البحث والاستكشاف في معظم مناطق مصر، وده نتيجه طبيعيه لان احنا قعدنا 3 سنين بعد الثورة قبل الثورة ما نعملش اتفاقيات بترولية. لكن طبعا منذ أغسطس حتى الآن حوالي 70 اتفاقية، دي باستثمارات حوالي 15 مليار دولار. وبالتالي الاتفاقيات دي مع شغل الشركاء ومع تحفيزهم بيبقى فيه دلوقتي حضرتك استثمارات أكتر تتعمل، يحفروا أبار استكشافية أكتر. لكن بالنسبة للكشف بتاع النهاردة، طب معلش قبل الكشف يا فندم، الاتفاقيات دي يعني طبعا بتكلفنا عبء مادي، وحتى لو في فلوس طبعا اكيد بيبقى في مردود بعد كده، ولا الاتفاق مع الشريك الاجنبي بيبقى عامل ازاي؟ لا مفيش عبء مادي ولا حاجه. حضرتك النظام ان احنا طرحنا مزايدات عالميه اتقدمت الشركات العالميه، في بيبقى في مسطره كده لاحسن الشروط، بتروح الاتفاقيات اللي بتتم دي بتروح مجلس الدوله، بتروح مجلس النواب. كان ساعة الرئيس ما كان هو عنده سلطة التشريع كان بيطلع بها القوانين. تمام. دي حضرتك الاتفاقيات دي بنطرح مناطق، الشركاء الأجانب بيقدموا شروطهم. شروطهم بيقدموا اللي هو الشروط فيما يتعلق بالإنفاق والآخر اللي احنا وافقنا عليها. بيبدأوا يشتغلوا لقوا بترول، الحمد لله بيتم عمل شركة مشتركة وبيتم استرداد هذه النفقات. ما لقوش بترول أو غاز بيبقى الإنفاق اللي هم أنفقوه لا يسترد، وبالتالي ما فيش أي تحمل مخاطر. طب لقينا بيبقى المردود الأكبر راجع للدولة المصرية ولا للشركة الأجنبي؟ لا ده حسب المناطق، في مناطق عموما كمتوسط في نسبة بتتعمل حضرتك لاسترداد النفقات، لأن دي بتبقى استثمارات منفقة لازم يستردها الشريك. لكن بعد كده حسب المناطق وحسب المخاطرة ممكن يبقى 80-20، ممكن يبقى حضرتك 65-35 حسب طبيعة المنطقة. النسبة الكبيرة دي ليهم ولا ليه؟ لا النسبة الكبيرة لمصر. طيب تمام ماشي تمام كده كويس. كلمنا بقى عن الكشف الجديد يا أستاذ حمدي. الكشف الجديد ده يعني مثل أنه بيقع في منطقة بكر. أنت عارف حضرتك احنا مقسمين في دي تبع مناطق امتياز الشركة القابضة الجنوب الوادي، حتى خط عرض 22. هذه المنطقه منطقه بكر ما شملهاش تكثيف لاعمال البحث والاستكشاف. احنا دلوقتي بنكثف في معظم المناطق وخاصه في المناطق البكر زي جنوب الوادي، زي المياه العميقه في البحر المتوسط. البير ده حضرتك موجود في منطقه اسمها شرق جبل الزيت في جزء بتاع خليج السويس. حضرتك تم تثقيب الطبقه الجيولوجيه الحامله للكشف حوالي 120 قدم من حوالي 212، اللي اسفرت النتائج عن انتاج حوالي البير ده بينتج حوالي اولي انتاج 1000 برميل زيت خام ومليون قدم مكعب غاز. عند استكمال تصليب الطبقات من المخطط ان يصل البير الى حوالي 3000 برميل. لكن فيما يتعلق برضك باهميه هذا الكشف، ان الاحتياطات الاوليه لهذا الكشف تقدر بحوالي 250 مليون برميل. طب ده كلام اولي او تقدير كده خاضع لل يعني الاختبار ولا تاكدنا من الكلام ده مؤكد؟ لا خلاص ال1000 برميل ده ان شاء الله مؤكد، لكن طبعا احنا لازم نستكمل تثقيب باقي الطبقه. احنا ثقبنا حوالي 120 قدم من اجمالي 212. طبعا الحاجات دي كلها بتبان في اللوجز بتاع المنطقه الحامله للغاز او للبترول، وبالتالي بيتم حساب الاحتياطي وبيتم حساب الانتاج فيما يتعلق لما تثقيب هذه الطبقات. تمام، شكرا جزيلا استاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول، شكرا لحضرتك.